فيكم اصدقائي، رجعنا لكم بيوم جديد وتحديات جديده، واكيد كلنا متحمسين لحتى نعرف رامبو شو مخبيلنا لليوم. لازم اذكركم انه كل المطلوب منكم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني اجاباتكم على الرقم الموجود قدامكم على الشاشه لحتى تكون فرصتكم اكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. اصدقائي كتبوا اتصالاتكم واستغلوا الوقت اللي استمعنا اليوم وبكره لحتى تكونوا من الرابحين. هديتنا هذا الاسبوع مقدمه من فيرمونت فجيره، وهي قضاء يوم كامل لاربع اشخاص، اثنين كبار واثنين صغار، بقيمه 1300 درهم. تقدروا خلال هذا اليوم تستمتعوا بكل النشاطات. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا اصدقائي وقف عند اللون الاصفر، وهاللون بيقول مساحة مخصصة لمرور المشاة، وعادة تكون على جانبي الطريق المخصص لسير المركبات، وذلك تفاديا للحوادث، وتكون مرتفعة عن الطريق حيث تكون مغطاة بمادة تمنع إثارة الأتربة كالأحجار والكتل الخرسانية والبازلت والزفت. ماذا تسمى المساحة المخصصة لمرور المشاة على جانبي الطريق؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأصفر كان بيقول مساحة مخصصة لمرور المشاة، وعادة تكون على جانبي الطريق المخصص مخصص لسير المركبات، وذلك تفاديا للحوادث، وتكون مرتفعة عن الطريق حيث تكون مغطاة بمادة تمنع إثارة الأتربة كالأحجار والكتل الخرسانية والبازلت والزفت. ماذا تسمى المساحة المخصصة لمرور المشاة على جانبي الطريق؟ أصدقائي سؤالنا كتير سهل، لازم كلكم تعرفوا وتشاركوني. رح نعرف من أول أصدقاء المشاركين ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ حمود. اهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني كيفك اليوم. تمام الحمد لله. الحمد لله، اللي شو الجواب؟ الرصيف. متاكد صح؟ متاكد. شكرا لك حمود، اخذت اجابتك الرصيف، ان شاء الله تكون صحيحه. اصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوني، رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو. اهلا حليمه، كيفك؟ تمام. شو وينك مبارح؟ ابدا ما سمعنا صوتك. خبريني، عرفتي شو الجواب؟ الرصيف. متأكدة صح؟ متأكدة. شكرا لك حليمة، أخذت إجابتك. يا صديقتي حليمة وحمود شاركونا وكانت إجاباتهم الرصيف. يا ترى أصدقائي صح أو خطأ؟ أكيد رح نقدر نعرف مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ مؤيد الأمين. أهلا وسهلا فيك صديقي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني مؤيد شو الجواب؟ الرصيف. حدا ساعدك ولا لحالك عرفت؟ لحالي عرفتها. برافو عليك. أكيد طبعا ممكن. ألو. علي صح؟ صح. أهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني علي شو جوابك؟ الرصيف. متأكد صح؟ متأكد. شكرا لكم مؤيد وعلي، اخذت اجاباتكم يا اصدقائي. اتصال جديد ومنقول الو. الو الو. مرحبا، مين معي؟ زينة. اهلا وسهلا صديقتي، كيفك؟ الحمد لله، خبريني زينب شو جوابك؟ شكلك متأكدة صح؟ برافو عليكي زينب. في حدا لسه رح يشارك؟ ايوه. يلا تمام. ايوه. مرحبا وعد، كيفك؟ بارك الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك يا صديقتي؟ رصيف. متأكدة صح؟ الله. شكرا لكم وعد زينب، اخذت اجاباتكم صديقاتي ان شاء الله تكون صحيحه. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ سليمة. اهلا وسهلا فيك سليمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ الرصيف. شو؟ عادي داري تشارك؟ اكيد طبعا عادي. الو. اهلا وسهلا دانيا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ الرصيف. في حدا ساعدك ولا انت حالك عرفتي؟ عرفته لحالي. برافو عليكم، شكرا لكم صديقاتي سليمة ودانيا، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يعرف؟ اصدقائي رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ فاطمه. اهلا وسهلا فيكي فاطمه، خبريني عرفتي شو الجواب؟ ايه الرصيف. متاكده؟
أكيد. شكرا لك فاطمة، أخذت إجابتك أصدقائي. رح أرجع أكرر عليكم اللون الأصفر. وأول أسئلة لليوم كانت بتقول ماذا تسمى المساحة المخصصة لمرور المشاة على جانبي الطريق؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي لحتى تدخلوا معنا السحب وتكونوا من بين الرابحين الحاصلين على جائزة مقدمة من فيرمونت فجيرة، وهي قضاء يوم كامل لأربع أشخاص، اثنين كبار واثنين صغار، بقيمة 1300 درهم. تقدروا خلال هذا اليوم تستمتعوا بكل النشاطات المختلفة والممتعة. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد عماد. أهلا وسهلا فيك محمد، خبرني يا صديقي عرفت شو الجواب؟ الرصيف. متأكد؟ متأكد. شكرا لك محمد، أخذت إجابتك. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركنا؟ أصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم لحتى نعرف أنا وياكم الجواب الصحيح مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد صالح. أهلا وسهلا محمد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو جوابك؟ الرصيف. في حدا ساعدك ولا أنت عرفت لحالك؟ لحالي. برافو عليك، شكرا لمشاركتك محمد، أخذت إجابتك يا صديقي. مين لسه يا ترى رح يشاركنا؟ أصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم. رح أرجع أكرر عليكم المعلومة اللي كان مخبي لنا إياها اللون الأصفر، بتقول مساحة مخصصة لمرور المشاة وعادة تكون على جانبي الطريق المخصص لسير المركبات، وذلك تفاديا للحوادث، وتكون مرتفعة عن الطريق حيث تكون مغطاة بمادة تمنع إثارة الأتربة كالأحجار والبازلت والإسفلت. للأسف يا أصدقائي محمد كان آخر الأصدقاء المشاركين معنا وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ماذا تسمى المساحة المخصصة لمرور المشاة على جانبي الطريق؟ والجواب الرصيف. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ورينبو لسه مخبي معلومات، لهيك لازم نقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول منطقة في حي الشندغة التاريخي بدبي، أنشئت عام 1997 ميلادي بهدف استعراض أنماط الحياة التقليدية في إمارة دبي والتعريف بالعادات والتقاليد والمهن والحرف المحلية التقليدية. وتعتبر القرية مركز جذب للسياح المهتمين بالحياة المحلية التقليدية، وتقام في القرية فعاليات عديدة بالمناسبات الوطنية وغيرها في دولة الإمارات. سؤالنا أصدقائي ما اسم المنطقة في حي الشندغة بدبي وتخص الحياة التقليدية؟ رح أرجع أكرر عليكم شوية معلومات عن هالمنطقة. هي منطقة في حي الشندغة التاريخي بدبي، أنشئت عام 1997 ميلادي بهدف استعراض أنماط الحياة التقليدية في إمارة دبي والتعريف بالعادات والتقاليد والمهن والحرف المحلية التقليدية. وتعتبر القرية مركز جذب للسياح المهتمين بالحياة المحلية التقليدية، وتقام في القرية فعاليات عديدة بالمناسبات الوطنية وغيرها في دولة الإمارات. ما اسم المنطقة في حي الشندغة بدبي وتخص الحياة التقليدية؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك من جديد صديقي حمود، خبرني شو الجواب؟ قرية التراث. قرية التراث، متأكد؟ متأكد. شكرا لك حمود، أخذت إجابتك يا صديقي، إن شاء الله تكون صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركنا؟ اتصال جديد ومنقول ألو. أهلا وسهلا زينب، خبريني عرفت شو الجواب؟ شو؟ طيب زينب، زرتي هالمكان من قبل؟ لازم تزوري، خبريني وعد كمان رح تشارك؟ يلا تمام. ألو. أهلا وسهلا فيكي وعد من جديد، خبريني شو جوابك؟ قرية التراث. متأكدة صح؟ إن شاء الله. شكرا لك وعد، وأكيد شكرا لزينب اللي شاركتنا، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة أصدقائي. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سليمة. أهلا وسهلا فيك من جديد سليمة، خبريني شو جوابك؟ قرية التراث. متأكدة صح؟ صح. طيب دانيا كمان رح تشارك؟ نعم. يلا
ألو. أهلا وسهلا من جديد دانيا، خبريني شو جوابك؟ قرية التراث. طب قولي لي زرتي هالمكان من قبل؟ لا. لازم تزوروا، مكان كتير حلو. شكرا لكم سليمة ودانيا، أخذت إجاباتكم إن شاء الله تكون صحيحة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ هديل. أهلا وسهلا فيك يا هديل، خبريني شو جوابك؟ قرية التراث. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لك هديل، اخذت اجابتك يا صديقتي ان شاء الله تكون صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركنا؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو 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 الو. مرحبا، مين معي؟ رنيم. اهلا وسهلا فيك يا رنيم، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ قريه التراث. متاكده صح؟ ايه. طيب قولي لي رنيم، زرتي المكان من قبل؟ لا. لازم تزوري يا صديقتي. شكرا لمشاركتك، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركنا؟ كتبوا اتصالاتكم يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا السحب. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حليمة، هالمرة عم تأخري علينا كمان. قولي لي شو جوابك؟ قرية التراث. متأكدة صح؟ متأكدة. عادي أختي تشارك؟ أكيد طبعا عادي. ألو. ألو ألو. مرحبا، مين معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ فاطمة. أهلا وسهلا فيكي فاطمة، خبريني شو جوابك؟ قرية التراث. طيب قولي لي، في حدا ساعدك ولا أنت لحالك عرفتي؟ ولا أنت ساعدتي حليمة؟ لا أنا عرفها. برافو عليك، شكرا لمشاركتك صديقتي، وأكيد شكرا لحليمة. مين لسه رح يشاركنا يا أصدقائي؟ كتبوا اتصالاتكم وشاركوني لحتى أنا وياكم ونجم الأسبوع ساجي يوسف نقدر نعرف مين الرابح معنا لهذا الأسبوع. رح أرجع أكرر عليكم شوية معلومات عن هالمنطقة. هي منطقة في حي الشندغة التاريخي بدبي، أنشئت عام 1997 بهدف استعراض أنماط الحياة التقليدية في إمارة دبي والتعريف بالعادات والتقاليد والمهن والحرف المحلية التقليدية، وتعتبر القرية مركز جذب للسياح المهتمين بالحياة التقليدية، وتقام في القرية فعاليات عديدة بالمناسبات الوطنية وغيرها في دولة الإمارات. ما اسم المنطقة في حي الشندغة بدبي وتخص الحياة التقليدية؟ اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ هدى. أهلا وسهلا هدى، منين عم تحكينا؟ من الجيرة. اهلا وسهلا يا صديقتي، خبريني هدى قد ايه عمرك؟ قرية التراث. اوكي رح اخذ جوابك، بس قولي لي قد ايه عمرك بالاول؟ 6 سنين. العمر كله هدى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتربحي معنا. اكيد لازم خبرك لتعرفي اذا جوابك صحيح، لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. مين لسه رح يعرف الجواب؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ سليمان الأمين. أهلا وسهلا فيك صديق البرنامج، خبرني كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. قلي سليمان شو الجواب؟ القرية التراثية. ممكن سارة تشارك؟ أكيد طبعا ممكن. ألو. أهلا وسهلا سارة، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ القرية التراثية. متأكدة صح؟ صح. شكرا لك سارة، وأكيد شكرا لسليمان أصل أصدقائي. أنتم كنتوا آخر المشاركين معنا لهذا السؤال، بدأ العد التنازلي وللأسف انتهى الوقت. سؤالنا يا أصدقائي كان بيقول ما اسم المنطقة في حي الشندغة بدبي وتخص الحياة التقليدية، والجواب قرية التراث. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورينبو لسه مخبي معلومات بس بعد هذا البريك. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد لحتى نكمل تحدياتنا. أكيد لازم أذكركم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا السحب وتربحوا جائزة مقدمة من فيرمونت الفجيرة، وهي قضاء يوم كامل لأربع أشخاص، 2 كبار و2 صغار، بقيمة 1300 درهم. تقدروا خلال هذا اليوم تستمتعوا بكل النشاطات. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون الأزرق، بس هالمرة اللون الأزرق بيقول
آلة موسيقية شرقية هوائية تستخدم في التخت الموسيقي الشرقي، فهي من الآلات الأساسية في الموسيقى العربية. تصنع من نبات القصب البري، وهي عبارة عن قصبة جوفاء مفتوحة الطرفين، وفيها تسع عقل تحتوي 6 ثقوب على استقامة واحدة، وثقب آخر من الخلف يتحكم به الإبهام. ما اسم الآلة الشرقية الهوائية التي تصنع من نبات القصب؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي المعلومة كانت بتقول آلة موسيقية شرقية هوائية تستخدم في التخت الشرقي، فهي من الآلات الأساسية في الموسيقى العربية. تصنع من نبات القصب البري، وهي عبارة عن قصبة جوفاء مفتوحة الطرفين، وفيها 9 عقل تحتوي 6 ثقوب على استقامة واحدة، وثقب آخر من الخلف يتحكم به الإبهام. ما اسم الآلة الشرقية الهوائية التي تصنع من نبات القصب؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا صديقي حمود، خبرني شو جوابك؟ الناي. أكيد طبعا، متأكد كالعادة؟ أكيد. شكرا لك حمود، أخذت إجابتك الناي، إن شاء الله تكون صحيحة. يا ترى أصدقائي جواب حمود صح أو غلط؟ أكيد رح أعرف منكم ومن إجاباتكم. شاركوني اتصالاتكم، اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، أهلا وسهلا صديقتي حليمة، خبريني عرفتي الجواب؟ عرفت. شو؟ الناي. متأكدة صح؟ ايه. أوكي. بس عارفتي شارك؟ اكيد طبعا عادي. الو الو الو، اهلا وسهلا فيك من جديد فاطمة، خبريني شو جوابك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب فاطمة قولي لي، بتعرفي تعزفي على شي آلة موسيقية؟ ايه الأورج. برافو، شكرا لكم صديقاتي فاطمة وحليمة، أخذت إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ زايد الأمين. أهلا وسهلا فيك زايد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو جوابك؟ آلة الناي. طب قلي، في حدا عم يساعدك ولا أنت لحالك عم تعرف؟ لحالي بعرف. برافو عليك، شكرا لمشاركتك زايد. اتصال عادي لو أخو شارك؟ أكيد طبعا عادي. قبل الاتصال خلينا ناخذ جواب أخوك. ألو، مرحبا، تذكرني باسمك؟ مؤيد. مؤيد، أهلا وسهلا فيك يا صديقي، خبرني شو جوابك؟ الناي. متأكد صح؟ صح. شكرا لكم مؤيد وزايد، أخذت إجاباتكم. هلأ صار فينا ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. أهلا وسهلا صديقتي زينب، خبريني شو جوابك؟ متأكدة صح؟ متأكدة صح. شكرا لك زينب، في حدا لسه رح يشارك؟ ايوه. يلا تمام. الو. اهلا وسهلا وعد، خبريني شو جوابك؟ النايف. متأكدة؟ ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم وعد زينب، اخذت اجاباتكم يا صديقاتي. مين لسه رح يعرف الجواب؟ رح ارجع اكرر عليكم اصدقائي، اللون الازرق كان بيقول ما اسم الاله الشرقيه الهوائيه التي تصنع من نبات القصب. كفوا اتصالاتكم وشاركوني اجاباتكم، ولا تنسوا ابدا انه هديتنا هذا الاسبوع مقدمه من فيرمونت فجيره، وهي قضاء يوم كامل لاربع اشخاص، 2 كبار و2 صغار بقيمه 1300 درهم. اصدقاء هديتنا اكيد بتستاهل منكم، تفكروا كثير منيح وتشاركوني اجاباتكم وتكونوا من بين الرابحين. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركنا ويعرف الجواب؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ سليمان الأمين. أهلا وسهلا فيك سليمان من جديد، خبرني شو جوابك؟ الناي. طب قلي، في حدا عم يساعدك؟ لحالي عرفتها، ممكن أخوي يساعدك؟ برافو عليك، أكيد طبعا ممكن. ألو. أهلا وسهلا علي، خبرني شو جوابك؟ الناي. الناي. سليمان عم يساعدك؟ إيه؟ لا. نعم. شكرا لكم علي وسليمان، اخذت اجاباتكم يا اصدقائي. مين لسه رح يشاركنا؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ سليمة. اهلا وسهلا فيك سليمة، خبريني شو جوابك؟ الناي. طب قولي لي سليمة، بتعرفي تعزفي على شي آلة؟ لا. من
للأسف. دانيا رح تشارك كمان؟ نعم. يلا أوكي. ألو. أهلا وسهلا فيكي صديقتي دانيا، خبريني شو جوابك؟ الناي. متأكدة صح؟ متأكدة. شكرا لكم دانيا وسليمة، أخذت إجاباتكم. مين لسه رح يشاركنا يا أصدقائي؟ كتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا السحب. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ رنيم. أهلا وسهلا فيكي صديقتي رنيم، خبريني شو جوابك؟ الناي. في حدا عم يساعدك ولا أنت عرفتي؟ ماما مساعدني. شكرا للماما واكيد شكرا لمشاركتك الدائمه معنا يا رنين. مين لسه رح يعرف الجواب؟ اصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوني اجاباتكم. اتصال جديد ومنقول الو. 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 مين معي؟ الو. الو. مين معي؟ محمد عماد. اهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني شو جوابك؟ الناي. طب قل لي محمد، في حدا مساعدك؟ لا. برافو عليك، شكرا لمشاركتك يا صديقي. مين لسه؟ للاسف اصدقائي بدا العد التنازلي، شكله صديقنا محمد كان اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا اصدقائي كان بيقول ما اسم الآلة الشرقية الهوائية التي تصنع من نبات القصب؟ والجواب اكيد الناي. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل اجاباتكم كانت صحيحة وريمبو لسه مخبي معلومات، لهيك لازم نقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون الأزرق، وهالمرة اللون الأزرق بيقول شخصية خيالية مثلت كأفلام كرتونية وغير كرتونية، وهذه الشخصية هي عبارة عن شاب من عائلة فقيرة وجد مصباحا سحريا داخل مغارة فقام بمسح الغبار عنه ليظهر له مارد يحقق الأمنيات. ما اسم الشخصية التي تتمثل في شاب وجد مصباحا سحريا؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، شخصية خيالية مثلت كأفلام كرتونية وغير كرتونية، وهذه الشخصية هي عبارة عن شاب من عائلة فقيرة وجد مصباحا سحريا داخل مغارة فقام بمسح الغبار عنه ليظهر له مارد يحقق الأمنيات. ما اسم الشخصية التي تتمثل في شاب وجد مصباحا سحريا؟ سؤالنا كتير سهل أصدقائي، لازم تشاركوني إجاباتكم وتخبروني شو الشخصيات الكرتونية اللي أنتم بتحبوها. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، وأهلا وسهلا صديقنا حمود دائما بيكون أول أصدقاء المشاركين، خبرني شو جوابك؟ علاء الدين. أكيد صح؟ أكيد. شكرا لك حمود، أخذت إجابتك علاء الدين، إن شاء الله تكون صحيحة يا أصدقائي. أنتوا كمان شاركوني وخبروني إجاباتكم. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ أمل. أهلا وسهلا أمل، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لك أمل، أخذت إجابتك. يا صديقتي مين اسم الأصدقاء رح يشاركنا؟ كتبوا اتصالاتكم أصدقائي وشاركوني إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ سليمة. أهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. طب قلي سليمة، في حدا رح يشارك؟ أوكي، دانيا. يلا خليني أسمع الجواب من دانيا. ألو. أهلا يا صديقتي، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. طيب دانيا، في حدا ساعد الثاني؟ أنت ساعدتي سليمة ولا لا؟ أنا ساعدتها. برافو عليكم، شكرا لكم صديقاتي دانيا وسليمة، أخذت إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ زايد محمد. زايد؟ إيه. أهلا وسهلا، منين عم تحكينا؟ الفجيرة. الفجيرة، أهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني قد إيه عمرك؟ 4 سنين. العمر كله يا رب. طيب زايد قل لي شو جوابك؟ علاء الدين. علاء الدين، شكرا لمشاركتك يا صديقي. أكيد لتعرف إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكمل معنا الوقت المخصص لهذا السؤال، وإن شاء الله بتكون من بين الرابحين. اتصال جديد ومنقول ألو. أهلا وسهلا زينب، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. طيب زينب قولي لي، مين عم يساعدك؟ يا سلام، برافو عليكي، خبريني وعد كمان رح تشارك؟ ايوه. يلا تمام. الو. اهلا وسهلا فيكي من جديد وعد، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. متأكدة صح؟
الله. شكرا لك وعدو اكيد شكرا لزينب اللي دائما بتعرف الاجابات لحالها وبتكون متاكده. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو مرحبا، مين معي؟ نورة عصام. اهلا وسهلا نورة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. شكرا لك نورة وشكرا لحماسك الدائم اللي بتضيفيه للبرنامج. اتصال جديد ومنقول الو. الو مرحبا، مين معي؟ سارة الأمين. أهلا وسهلا فيك سارة، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. متأكدة صح؟ صح. طيب قولي لي في حدا رح يشارك؟ أخوي محمد. يلا تمام. ألو أهلا وسهلا محمد، خبرني شو جوابك؟ علاء الدين. طب قولي سارة ساعدتك ولا أنت لحالك عرفت؟ لحال عرف. برافو عليكم، شكرا لكم سارة ومحمد، أخذت إجاباتكم. معنا اتصال جديد ومنقول ألو. الو مرحبا، مين معي؟ هدى. هدى محمد. اهلا وسهلا فيكي هدى، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. متاكده؟ متاكده. شكرا لك هدى، اخذت اجابتك يا صديقتي، ان شاء الله تكون صحيحه وتكوني من بين الرابحين. معنا يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يعرف؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو اهلا وسهلا حنيمه، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. متأكدة في حدا ساعدك ولا حالك عرفتي؟ ماما. ماما الله يحفظها يا رب. خبريني حليمة، فاطمة كمان رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. الو اهلا وسهلا من جديد فاطمة، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. كمان الماما ساعدتك؟ ايه احنا متأكدين. الله يحفظ لكم، الله يحفظ لكم اياها يا رب، وشكرا لكم حليمه وفاطمه، اخذت اجاباتكم. علاء الدين ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. مين لسه رح يشاركنا اصدقائي؟ ومثل ما شفتوا اكيد اذا ما كنتوا بتعرفوا المعلومه بتقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم وكمان من جوجل. اتصال جديد ونقول الو. الو مرحبا، مين معي؟ سلمى. اهلا وسهلا سلمى، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ علاء الدين. متأكدة صح؟ متأكدة. شكرا لك سلمى، اتصال جديد ومنقول الو. مرحبا، مين معي؟ محمد إيماد. اهلا وسهلا محمد، خبرني بسرعة شو جوابك؟ علاء الدين. شكرا لك محمد، انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال وقدرت اخذ اجابتك قبل ما ينتهي الوقت. سؤالنا أصدقائي كان بيقول ما اسم الشخصية التي تتمثل في شاب وجد مصباحا سحريا، والجواب أكيد علاء الدين. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورينبو لسه مخبي معلومات بس بعد هذا البريك. رجعنا لكم من جديد أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم بالجزء الأخير من حلقتنا. لازم أذكركم تكتفوا اتصالاتكم وتستغلوا اليوم الجزء الأخير وبكرة كمان معكم لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. أصدقائي هديتنا هذا الأسبوع مقدم من فيرمونت فجيرة، وهي عبارة عن قضاء يوم كامل لأربع أشخاص، اثنين كبار واثنين صغار، بقيمة 1300 درهم. تقدروا خلال هذا اليوم تستمتعوا بكل النشاطات. رح نعرف رينبو شو مخبي لنا كمان لليوم ونقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو كمان مرة أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهالمرة اللون الأزرق بيقول هو عبارة عن مصب وشبه جزيرة في اسطنبول، تقع فيها قصر الباب العالي ومسجد السلطان أحمد ومتحف آيا صوفيا الشهير، وهو خليج مائي طبيعي يبلغ طوله 7.5 كيلومتر، يفصل بين اسطنبول القديمة والحديثة، وهو إحدى أفضل الموانئ الطبيعية في العالم. ما هو المصب الذي يعد من أفضل أنواع من أفضل الموانئ الطبيعية في العالم ويقع في اسطنبول؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق كان بيقول هو عبارة عن مصب وشبه جزيرة في اسطنبول، تقع فيها قصر الباب العالي ومسجد السلطان أحمد ومتحف آيا صوفيا الشهير، وهو خليج مائي طبيعي يبلغ طوله 7.5 كيلومتر، يفصل بين اسطنبول القديمة والحديثة، وهو إحدى أفضل الموانئ الطبيعية في العالم. ما هو المصب الذي يعد من أفضل الموانئ الطبيعية في العالم ويقع في اسطنبول؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك من جديد صديقي حمود، خبرني شو جوابك؟ القرن الذهبي. متأكد صح؟
متأكد. شكرا لك حمود، أخذت إجابتك القرن الذهبي، إن شاء الله تكون صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يعرف جواب أصدقائي؟ كتبوا اتصالاتكم واستغلوا الفرصة وشاركوني إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول أنا ألو. أهلا وسهلا صديقتي المجتهدة دائما حليمة، خبريني شو جوابك. القرن الذهبي. هالمرة في حدا ساعدك كمان ولا أنت عرفتي؟ ماما. ماما، طيب الله يخليكم ياها. خبريني فاطمة رح تشارك؟ ايه يلا تمام. ألو. أهلا وسهلا فاطمة من جديد، خبريني شو جوابك. القرن الذهبي. متأكدة صح؟ أكيد. شكرا لكم فاطمة وحليمة، أخذت إجاباتكم يا صديقاتي. معنا اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ صابرين. أهلا وسهلا صابرين، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ القرن الذهبي. في حدا ساعدك ولا أنت عرفتي؟ لحالي. برافو عليكي صابرين، في حدا رح يشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو. 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 مين معي؟ سجا. أهلا وسهلا سجا، كيفك اليوم؟ منيحة الحمد لله. خبريني عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ القرن الذهبي. متأكدة؟ إيه. شكرا لكم سجا وصابرين، أخذت إجاباتكم إن شاء الله تكون صحيحة. مين لسه رح يعرف الجواب؟ معنا اتصال ونقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ هدى. أهلا وسهلا هدى، خبريني عرفتي شو الجواب؟ أهلا وسهلا. قرن الذهبي. طيب هدى قولي لي مين عم يساعدك؟ ماما. الله يحفظها يا رب، شكرا لمشاركتك يا صديقتي، أخذت إجابتك القرن الذهبي، إن شاء الله تكون صحيحة. واتصال جديد منقول ألو. أهلا وسهلا زينب، خبريني شو جوابك؟ القرن الذهبي. متأكدة؟ متأكدة. برافو عليكي زينب، وعد كمان رح تشارك؟ أيوة. يلا أوكي. ألو. أهلا وسهلا فيكي وعد، خبريني شو جوابك؟ القرن الذهبي. القرن الذهبي، طيب أنت ساعدتي زينب ولا زينب ساعدتك؟ الماما. الماما، الله يحفظها يا رب، شكرا لكم صديقاتي وعد زينب. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ نورة عصام. أهلا وسهلا فيكي نورة، خبريني شو جوابك؟ القرن الذهبي. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لك صديقتي، أخذت إجابتك إن شاء الله تكون صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركنا؟ كتبوا اتصالاتكم يا أصدقائي وشاركوني لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا السحب. اليوم للأسف ما سمعت حورية ولا ميرا ولا ساجي من زمان، أكيد أصدقائي بتمنى تشاركوني بكرة وتبدأوا معي من أول الحلقة. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ اعتماد علي العبيد. اهلا وسهلا فيك، منين عم تحكينا؟ من الفجيره. اهلا وسهلا يا صديقتي، خبريني قد عمرك؟ 11. العمر كله يا رب. اعتماد عرفتي الجواب؟ القرن الذهبي. مساعده حدا ولا لحالك عرفتي؟ امي. ماما، الف مبروك لك وشكرا للماما اللي ساعدتك. شكرا لك صديقتي اعتماد، اكيد انا وريمبو بنستناكي دائما تشاركي معنا. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ سليمة. أهلا وسهلا فيك سليمة، خبريني شو جوابك؟ القرن الذهبي. طيب متأكدة؟ نعم. أوكي دانيا كمان رح تشارك؟ نعم. يلا تمام. ألو. أهلا وسهلا دانيا من جديد، خبريني شو جوابك؟ القرن الذهبي. في حدا ساعدك ولا لحالك عرفتي؟ أمي ساعدتني. الله يحفظها يا رب، شكرا لمشاركتكم سليمة ودانيا. اتصال جديد ونقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ رنيم. أهلا وسهلا رنيم، خبريني شو جوابك؟ القرن الذهبي. متأكدة صح؟ إيه. شكرا لك رنيم، مين يا ترى لسه رح يشاركنا؟ اصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوني اجاباتكم، ان شاء الله تكون صحيحه كلها. رح ناخذ اتصال ونقول الو. 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 خبرني صديقي مين معي وجوابك بسرعه. زايد. اوكي شو جوابك؟ للاسف زايد ما لحق
لحقت أخذ إجابتك انتهى الوقت. أكيد بستنى تواصلك معنا بكرة من بداية الحلقة. أصدقائي سؤالنا كان بيقول ما هو المصب الذي يعد من أفضل الموانئ الطبيعية في العالم ويقع في اسطنبول؟ والجواب صح، القرن الذهبي. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. لكن للأسف مشوارنا أنا وريمبو معكم لليوم بينتهي. بوعدكم نشوفكم بكرة بنفس الموعد الساعة 5. لا تنسوا تكونوا موجودين وتشاركونا. هلأ صرف لكم. باي باي.